يعني هذه امرأة تسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه في هذا الزمن يعني كيمكن إذا قالت لشي حد أو نهات شي حد أو أمرت شي حد بمعروف أنه قد يستهزئ إلى آخره، وهذا ماشي غير في هذا الزمن، وفي كل زمن. صحيح أن المنكر في هذا الزمن منكر عظيم والعياذ بالله، لأنه منكر سميته الفتنة، يعني فتن هذا الشيء اللي كنعيشوا في هذا الوقت كيتسمى فتن آخر الزمن. لا يسحب لكم بقي الدنيا شي زمن طويل، والله ما بقي لها زمن طويل، والله تعالى ما يحضرناش المشاهد الكبرى، ما نحضروش القيام الساعة وما نحضروش الدجال، والله العافية. وإلا ما بقاش فعلا بزاف بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله وبالعلامات اللي كاينة دابا فعلا، وعدد ديال العلماء ماشي واحد ماشي اثنين اللي كيرجحوا بأننا نعيش فعلا يعني اللحظات ديال آخر عمر الدنيا. فلذلك المؤمن الكيس الفاطن هو اللي يتحزن فعلا للعبادة ديال الله عز وجل وما يغرقش في هذه الفتنة. راه كثرت الشر فتنا، علاش فتنا الكثره ديال الشر؟ ماشي لان كتادي وكان، لا، لانه كيقول لي هكا الناس، الدنيا هكا دايره، الناس عاديين، هادشي عادي، وكيدخل معاهم ما عادي والو، هما اللي تالفين، واللي باقي على الحق كيكون قليل. راه هادشي اللي كاين في الاحاديث، اهل الحق كيكونوا قلال، نسال الله العافيه، بحيث انه ما تقوم الساعه قيام الساعه حتى ما يبقى واحد من اهل الخير، تيموتوا كاملين اهل الخير. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هكذا في الحديث، ما يبقى غير المجرم وخو، غير مسخوط الوالدين وخو، هما اللي غتقوم عليهم الساعة وتريب عليهم الدنيا، يعني يجعلنا منهم. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني على حسب القدرة ديالك والطاقة ديالك، مزيان، إنما يسخروا منك يسخروا منك ويسخروا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء طبيعي، أنه اللي يبغي أمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد يتأدى، ولا ما صبر شايف ذاك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما كاين شي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعسل وبالورود، لا، كاين بالابتلاء والاختبار باش ربي كيعطيك الاجر ديال 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 المنازل الرفيعه والعاليه، لانه عشره يسخروا منك وواحد يجيب الله على يدك، انت ربحتي الدنيا كلها، لان يهدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، واخا تخدمي حياتك كامله باش واحد النهار يجيب الله واحد المراه او واحد الرجل يجيب الله على يدك مؤمن. مئات واحد وألف واحد وعشر ألف واحد قالوا لك الله يخليها سلعة، واحد جابوا الله، راك ربحتي الربح اللي ما ربحوه حتى واحد. الإنسان ما يحسبش الحساب الغلط، يحسب الحساب الصحيح، والحساب الصحيح هو اللي أعطاه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.